لكم عليكم أن تقودوا مرحلة انتقالية، وأعتقد أن هذا المشروع وهذه الإرادة في البناء بناء سيادة عراقية تحملونها أنتم. الرئيس الفرنسي مخاطبا قادة العراق: عليكم أن تقودوا مرحلة انتقالية. راح تشوفون قريبا عن قبة عمليات لاستعادة هيبة الدولة فرض القانون. عمليات مرتقبة لفرض القانون واستعادة هيبة الدولة وترحيب بخطوات الكاظم الأمنية. وزير النفط الإيراني يدعي أن طهران وحدها القادرة على تأمين غاز العراقي وكهربائه. أخبار مفصلة من يو تي في، أهلا بكم. من بغداد دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السياسيين العراقيين إلى التحضير لقيادة مرحلة انتقالية جديدة، مؤكدا أن من مصلحة المجتمع الدولي دعم العراق الذي يمتلك إرادة إصلاحية واضحة. جاء ذلك خلال مؤتمر مشترك مع رئيس الجمهورية برهم صالح، الذي أكد بدوره أهمية العلاقات مع فرنسا والتطلع إلى تطويرها، مضيفا أنه بحث مع ماكرون الأوضاع التي تشهدها المنطقة، حيث يتطلع العراق إلى دور محوري من دون أن يكون ساحة الصراع الإقليمي. هي لحظة هامة جدا في التاريخ، أنتم سيادة الرئيس، دولة رئيس الوزراء، الحكومة ومجمل المسؤولين الذين سألتقي بهم في الساعات المقبلة، كلكم عليكم أن تقودوا مرحلة انتقالية، وأعتقد أن هذا المشروع وهذه الإرادة في البناء بناء سيادة عراقية تحملونها أنتم، هذا مشروع هام جدا للبلد وللمنطقة. وبالتالي قلت اليوم وكررت التعبير عن إرادتنا في الدعم الكامل لهذا المشروع، إذ من شأنه أن يعزز الدولة العراقية بكافة مكوناتها. وخلال المؤتمر المشترك أكد رئيس الجمهورية برهم صالح أهمية العلاقات مع فرنسا والتطلع إلى تطويرها مع تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين بما يسمى خارطة الاتفاق الاستراتيجي. تحدثنا في الكثير من المشتركات والتطلعات بيننا بما فيه خدمة بلدينا وخدمة المنطقة. كانت لي فرصة مهمة في هذا اللقاء أن نؤكد على أهمية العلاقة الثنائية بين فرنسا والعراق، وهي علاقات مديدة على مر التاريخ وعلاقات جيدة، ونتطلع إلى تعزيزها وتمتينها من أجل بناء شراكة استراتيجية حقيقية، وذلك من خلال تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين بما يسمى بخارطة الطريق الاستراتيجي. تحدثنا مع الرئيس عن الوضع الأمني في المنطقة، وكانت فرصة لي أن أثمن وأقدر عاليا الدور الفرنسي في دعم العراق في مواجهة الإرهاب. وقبيل لقائه ماكرون، بحث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مع رئيس إقليم كردستان جيرفان بارزاني تعزيز التعاون بين بغداد والإقليم ضمن إطار المبادئ والعمل الذي رسمه الدستور. وبحسب بيان لمكتب الكاظمي، فأن اللقاء بحث أيضا الجهود الوطنية لمكافحة جائحة كورونا، إضافة إلى الجهود المستمرة والتنسيق لمكافحة خلايا داعش النائمة وملاحقة فلول الإرهاب، وتأكيد أهمية الدور الذي تؤديه قوات البشمركة كجزء متكامل من المنظومة الأمنية العراقية. لمزيد من التفاصيل حول المؤتمر المشترك من بغداد معنا مراسلنا أحمد السمرائي. أحمد، يعني كونك كنت حاضرا في المؤتمر الصحفي المشترك بين الرئيس الفرنسي والرئيس العراقي، أهم ما جاء في هذا المؤتمر؟ أهلا ناطق، يعني ربما العنوان الأبرز لهذه الزيارة هي زيارة لدعم سيادة العراق، هذا ما أكد عليه الطرفان السيد برهم صالح وكذلك السيد ماكرون، الدعم المستمر لسيادة العراق
على اعتبار أن العراق يلعب دورا مهما في المنطقة وفي استقرار المنطقة، لما يكون من تاريخ وجغرافيا مهمة في هذه المنطقة. الطرفان أكدوا على أهمية هذا الموضوع. السيد ماكرون يعني أبلغ السيد برهم صالح باستعداد فرنسا لدعم العراق المستمر من أجل نيل السيادة وإنهاء التدخلات المختلفة كما وصفها السيد ماكرون لبرهم صالح. كذلك كان هناك الملف الاقتصادي حاضر على هامش الاجتماع، تم مناقشة الاتفاقيات التي وقعها العراق سابقا مع فرنسا، وسيتم الإعلان بحسب ما قاله السيد برهم صالح في المؤتمر الصحفي، سيتم الإعلان لاحقا عن الاتفاقيات الجديدة مع فرنسا. الملف الأمني كذلك كان حاضرا، دعم فرنسا في تدريب القوات العراقية ضمن قوات التحالف الدولي، طبعا تواجدها ضمن قوات التحالف الدولي الدعم مستمر. وأكد السيد ماكرون أنه الحرب على داعش في العراق لم تنتهي، هناك خلايا نائمة وهناك فكر داعشي لا زال موجود في بعض المناطق، يجب على العراق الاستمرار في محاربة داعش والقضاء عليه تماما، وأثنى على دور العراق في حربه ضد داعش في السنوات الماضية. نعم ناطق. يعني هل هناك كان تطرقا فيما يخص جائحة كورونا؟ هل هناك مساعدات فرنسية في دعم هذه الأزمة الصحية في العراق؟ إذا أمكن إعادة السؤال زميلي ناطق. يعني كلمت أنه الزيارة تحدثت عن الجانب الأمني الاقتصادي السياسي، ولكن هل كان هناك حديث عن فيروس كورونا ومساعدة فرنسا إلى العراق بهذه الأزمة؟ يعني أثناء المؤتمر الصحفي لم يتم التطرق إلى فيروس وجائحة كورونا التي غزت العالم. المؤتمر اقتصر على محاور ثلاثة، وهي المحور الأمني ومحور سيادة العراق والمحور الاقتصادي. لم يتم التطرق يعني بخصوص جائحة كورونا والدعم الطبي. كل ما يعني قيل في المؤتمر يتعلق بالسيادة العراقية ودورها المهم كما ذكرت قبل قليل، وكذلك الملف الاقتصادي والملف العسكري. يعني تزامناً مع زيارة ماغون إلى بغداد، هل هناك إجراءات أمنية يعني جرت لحماية الرئيس الفرنسي؟ هل هناك إجراءات أمنية بالفعل في بغداد؟ إذا أمكن عادة السؤال ناطق. هناك خطط أمنية وإجراءات متخذة من قبل القوات الأمنية أثناء زيارة الرئيس الفرنسي إلى بغداد؟ نعم، على اعتبار هذه الزيارة هي الأولى لرئيس الوزراء الفرنسي منذ توليه رئاسة فرنسا عام 2017. هذه الزيارة الأولى لمثل هكذا شخصية، فبالتالي القوات الأمنية يعني انتشرت بصورة ملحوظة، وكان هناك يعني حركة سير شبه معطلة في بعض المناطق، هناك قطوعات. لأهمية هذه الزيارة أكد السيد ماكرون أنه سيزور العراق في السنة القادمة، زيارة مطولة ربما تشمل عدد من المحافظات العراقية على اعتبار أنها تمتلك بعدا ثقافيا واسعا يحب الاطلاع عليها كما قال. أحمد السمرائي مراسل يو تي في حدثنا مباشرة من بغداد، شكرا جزيلا. أكدت لجنة العلاقات الخارجية النيابية أهمية زيارة الرئيس الفرنسي إلى بغداد، مبينة أن العراق يمر بمخاض لتجربة بناء الدولة وأنه لا يستغني عن تجارب الآخرين. عضو اللجنة محمد الغبان قال في تصريح للوكالة الرسمية أن العراق بحاجة إلى دعم الأشقاء والأصدقاء من أجل سيادته ووحدته وديمقراطيته الناشئة، مضيفا أن الأوضاع الإقليمية والدولية تتطلب حوارا جديا لتجنب الأزمات التي باتت تزداد في دول شرق المتوسط ودول الخليج العربي. زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للعراق حظيت باهتمام الصحافة الفرنسية، ثلاثة صحف مشهورة سلطت الضوء على أهداف الزيارة وسعي باريس وبغداد لبث دماء جديدة في علاقتهما. بعنوان دعم السيادة، تأتي زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبغداد، هي الأولى له بصفة رسمية والثالثة لمسؤول فرنسي في غضون شهرين فقط. ماكرون يحل في بغداد بعد زيارة سابقة لوزير خارجيته جان إيف لودريان تموز الماضي، تلتها زيارة وزيرة الدفاع فلورنس بارلي الشهر المنصرم. اتفق خلالها المسؤولان الفرنسيان على دعم العراق في النأي بنفسه عن الصراعات التي تشهدها المنطقة بين طهران وواشنطن.
ماكرون بوصفه أول رئيس دولة أجنبية يزور بغداد بعد تنصيب حكومة الكاظمي، قوبلت زيارته باهتمام في الصحافة الفرنسية. صحيفة لوريون لوجور نطالع في مقال لها أن الرئيس الفرنسي سيبحث مع المسؤولين العراقيين موضوع السيادة بسبب الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها العراق العالق بين طهران وواشنطن، وفق تعبير الصحيفة ضغوط تضاعفت على البلد منذ اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في بغداد. صحيفة الإكسبريسيون ذكرت أن الإليزيه يسعى إلى تقديم الدعم للعراق الذي يجتاز أزمة اقتصادية بعد انهيار أسعار النفط المتأثرة بأزمة كورونا. وعلى خلاف عدد من المسؤولين الأجانب الذين يحلون في العراق، لن يزور إيمانويل ماكرون العاصمة الكردية أربيل، إذ سيكتفي باجتماع مع مسؤولين أكراد في العاصمة الاتحادية بغداد، تقول صحيفة لوفي غارون، مشيرة إلى سعي الجانب الفرنسي لتأكيد ضرورة الاستمرار في محاربة التنظيمات الإرهابية في البلاد. زيارة إيمانويل ماكرون تأتي تتويجاً لسعي فرنسي حثيث لبث دماء جديدة في علاقات باريس ببغداد، علاقة تميزت بمد تارة وجزر تارة أخرى. وللمزيد من المناقشة معنا من بغداد مباشرة عضو ائتلاف النصر الدكتور سلام الزبيدي. دكتور الزبيدي أهلاً بك. إذن أول رئيس أوروبي يزور بغداد بعد تسلم الكاظمي حكومة بغداد، ما أبعاد هذه الزيارة؟ نعم، كل التحايا لحضرتك ولمشاهديكم الكرام. بالتأكيد زيارة مهمة، زيارة نوعية، زيارة رفيعة المستوى، مثل ما تفضلت هي أول زيارة بهذا الحجم من المستوى منذ تسلم السيد الكاظمي مسؤوليته كرئيس وزراء، وهذا يدل على أن اليوم العراق أصبح مركز ثقل وعاد إلى وضعه الطبيعي، والحاضنة الدولية وهذه الزيارات تمثل عمق العراق وأهميته في المنطقة. نتمنى أن تكون هذه الزيارة وما تحمل من عنوان أنه هي تحمل مبادرة من السيد ماكرون من الأمم المتحدة إلى العراق حول دعم السيادة العراقية. أعتقد العنوان كبير وعنوان يتلائم مع حجم التحديات اللي تواجهها الحكومة والمنطقة برمتها. نتمنى أن تكون هذه الزيارة زيارة فعالة وتخرج عن الإطار البروتوكولي من خلال مخرجات هذه الزيارة وتنفيذها على أرض الواقع، حتى نستطيع أن نحقق أدنى مستوى من أهمية انفتاح العلاقات الخارجية وضمان تحقيق المصلحة المشتركة للطرفين إذا كان الفرنسيين أو العراق. إذن هذه الزيارة لتثبيت السيادة العراقية، تسمعني دكتور؟ تسمعني الآن؟ طيب، إذا كنت تسمعني، الرئيس الفرنسي بتركيا الاتصال ضعيف أستاذ، أنا الآن أنت على دكتور الزبيدي. دكتور سلام تسمعنا الآن؟ يعني يبدو أنه لا يسمعنا الآن الدكتور. دكتور سلام، إذن نحاول إصلاح العطل بعد قليل في هذه النشرة الإخبارية. كشف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عن قرب إطلاق عمليات لفرض القانون واستعادة هيبة الدولة، مشيرا إلى وجود أطراف تعيش على ضعف الدولة وفقدان هيبتها. هاي دائما لما تبدأ البداية السرع من الرجة ومن التحديات، لأن أكو كثير أطراف عايشين على هذه الفوضى، عايشين على أن الدولة تكون ضعيفة والدولة تفقد الهيبة. الأجهزة الأمنية راح تكون عليها مسؤولية كبيرة، راح تشوفون قريبا راح نقوم بعمليات لاستعادة هيبة الدولة فرض القانون. الكاظمي قال إن الأجهزة الأمنية لم تقم بواجباتها بشكل كامل في الأشهر الأخيرة بسبب انكسار معنوياتها نتيجة أحداث تشرين، فيما حث الوزراء على اللقاء بالمتظاهرين لشرح ظروف الحكومة لهم. الأجهزة الأمنية لم تستطيع أن تقوم بواجبها الكامل بسبب انكسار معنوياتها نتيجة أحداث أكتوبر الماضي. الآن حاول نستعيد هيبة الدولة عن طريق تنفيذ القانون، تحدي الجماعات الإجرامية، تحدي السلاح المنفلت. نحتاج لقاءات من الوزراء مع المتظاهرين، مع المطلبين، نشرح لهم ظروفنا.
ونعود إلى ضيف النشرة بهذه الإخبارية من يو تي في مع الدكتور سلام الزبيدي. دكتور، إذن نعود إلى سؤالنا. يعني الرئيس الفرنسي دعا السياسيين العراقيين إلى التحضير لقيادة مرحلة انتقالية جديدة، ما تعليقك على هذا التصريح؟ نعم، وأنا ذكرت قبل قليل، قلت يجب أن تخرج هذه الزيارة عن الإطار البروتوكولي من خلال التفعيل المباشر لكل الاتفاقيات اللي ممكن أن يجريها الرئيس الفرنسي مع القيادات العراقية والرئاسات الثلاثة. يجب أن نبدأ بمرحلة جديدة، وفرنسا مستعدة أن تدعم العراق في حفظ سيادته في المجال الأمني وحتى في المجال الخدمي والاقتصادي وحتى الصحي. لذلك نتمنى أن تكون رسالة السيد ماكرون بليغة إلى كل المسؤولين بالعراق بفتح مرحلة جديدة لما تمثله فرنسا من ثقل في الاتحاد الأوروبي، ممكن أن تكون منعطف في حجم العلاقات بين العراق ودول العالم أجمع، وتحديدا دول الاتحاد الأوروبي اللي ممكن أن تكون نقطة انطلاق أو تحول جديد في حجم العلاقة بين العراق وبين دول العالم. اليوم هناك تحديات كبيرة تواجهها الحكومة العراقية، تحديات اقتصادية، أمنية، سياسية، صحية، وأعتقد أن فرنسا قادرة على أن تلعب هذا الدور المهم، وممكن أن ننزع العباءة الأمريكية التي ممكن كانت هي تهيمن على الساحة العراقية، وننتقل من ساحة المحاور إلى ساحة الاحتواء والانفتاح الإقليمي على كل دول العالم بما يضمن المصالح المشتركة للدول جمعاء. هذا ما أردت أن أسأل الدكتور، هل مسألة الجانب الأمني ودعم فرنسا للقوات العراقية تدريبا تسليحا، هل سيزعج بعض الأطراف الدولية في الساحة العالمية؟ نعم، شوف، اليوم السياسة هي لعبة مصالح، وبالتالي الجميع يبحث عن مصالحه. بما أن العراق اليوم هو جزء فعال ومركز قوة في منطقة الشرق الأوسط، لابد أن يعي المسؤول العراقي أو المفاوض العراقي أن اليوم يجب أن نقدم مصالح بلدنا وشعبنا على مصالح الآخرين، وبالتالي بما أن هذه الدول تبحث عن مصالحها داخل منطقة الشرق الأوسط وتحديدا بالعراق، على العراق أن يبادر أيضا ويكون مفاوضه جيدا في البحث عن مصالحنا المشتركة. اليوم لسنا تابعين لأي دولة كانت مهما كان حجم هذه الدولة. العراق لديه سيادة كاملة وشعب عريق وحضارة عريقة، وبالتالي عليه أن يتمتع بهذه السيادة بالبحث عن مصلحته مع أي دولة، إذا كانت فرنسا أو أي دولة أخرى. ويجب أن نخرج حقيقة وكرر من العباءة والهيمنة الأمريكية. ينزعج من ينزعج، أهم شيء مصلحة العراق. أين تقع مصلحة العراق إذا كان الجانب الفرنسي فعلا هو مبادر بأن يدعم الحكومة العراقية بالجانب الأمني؟ هو ذكر السيد ماكرون، قال ممكن أن نوفر دعم للغطاء الجوي ونوفر مدربين على مستوى عالي واستشاريين في هذا المجال، على اعتبار أن فرنسا كانت عضوة بالاتحاد الدولي، وممكن أن نقدم الاستشارة والدعم في هذا الموضوع. وأعتقد أن العراق يجب أن يسعى بأن يأخذ يعني اتفاقيات مع كثير من الدول بهذا المستوى وحجم فرنسا حتى نستطيع أن نحقق أدنى فائدة لهذه الاتفاقيات، وأيضا نخرج من المأزق السياسي الذي وضعتنا فيه الولايات المتحدة الأمريكية وجعلتنا منطقة صراع ومحور داخل منطقة الشرق الأوسط، وهذا أثر كثيرا على العملية السياسية والاقتصادية والخدمية بالعراق. هل تتوقع زيارة أخرى لرئيس دولة أوروبية إلى العراق بعد ماكرون؟ نعم، أتوقع أن تكون زيارة السيد ماكرون هي باكورة لافتتاح زيارات مقبلة على مستوى عالي لكل الدول الطامحة بأن تكون تدعم العراق، وتحديدا أنا قلت اليوم العراق هو أصبح مركز قوة وساحة لمطامع كثير من الدول لما يملكه من موارد كبيرة ومن موقع استراتيجي ومؤثر في منطقة الشرق الأوسط. لذلك أتمنى وأتوقع أن تكون هناك زيارات مقبلة على مستوى عالي من دول العالم. الدكتور سلام الزبيدي، عضو ائتلاف النصر، حدثنا من بغداد مباشرة، شكرا جزيلا لك.
رحب تحالف سائرون بالخطوات الأمنية لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي نحو حصر السلاح بيد الدولة. النائب عن التحالف بدر الزيادي قال في تصريح صحفي إن فرض القانون وتحقيق الاستقرار الأمني سيسفر عن ازدهار الاقتصاد وتنشيط حركة الاستثمار، مشيرا إلى أن خطوات كهذه موفقة ومدعومة من الجميع بشرط عدم التفرقة بين جهة وأخرى، وأن تطبيق القانون يسري على الجميع. زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر دعا إلى وضع خطة لغلق المقرات التابعة للحشد الشعبي. الصدر وفي تدوينة له على تويتر دعا الحشد أيضا إلى تصفية عناصره ممن وصفهم بالسيئين والعمل على دمج العناصر الجيدة مع القوات الأمنية لتحقيق شعار حفظ هيبة الدولة ومحاكمة العناصر المسيئة في الحشد، فيما حثه على ترك الدنيا والابتعاد عن المهاترات السياسية على حد تعبيره. وكان هشام داود مستشار رئيس الوزراء شدد على أن الحكومة لن تسمح بالتجاوز على الممتلكات العامة والخاصة، لافتا إلى أن محاولة إضعاف الدولة والإيحاء بعجزها عن حماية السكان هي محاولة تضر الجميع. ولكن أيضا نرى من الجانب الآخر تصاعد نغمة وشحنة من العنف. حقيقة هذا بدأ يقلقنا، هذه الشحنة من العنف بدأت تظهر، وكأنما من متمرسين يهاجمون تارة القوات الأمنية أو مباني عامة. هذا أعتقد الحكومة سوف لا تسمح به. بقدر تفهمنا لكل مطالب أبناء شعبنا، بقدر أيضا تفاعلنا الإيجابي معها، بقدر نقدنا للموروث الكبير الذي تم فيما بعد، ولكن الفوضى التي أصبحت مهنة لدى البعض والعدمية ليس أفق للشباب ولا أفق لنا كحكومة مرفوض. قال وزير النفط الإيراني بيجن زنجان أن العراقيين على علم بأن لا أحد سيؤمن احتياجاتهم من الغاز سوى إيران بحسب قوله. وأكد زنجان أن صناعة الكهرباء في العراق ناشطة بفعل الغاز الإيراني الذي يعد ذا جدوى اقتصادية، مبينا أن العراق وقع عقودا لإنتاج الغاز داخل البلاد، لكن هذا الأمر يحتاج إلى وقت، وبالتالي فأنهم مستمرون باستيراد مزيد من الغاز الإيراني. اقتصاديا أيضا يسعى العراق لإجراء حوار مع منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك من أجل إعفائه من تخفيض كمية التصدير. وزير النفط إحسان عبد الجبار قال إن الحكومة تحاول الحصول على إعفاء من اتفاق تخفيض كمية التصدير خلال الربع الأول من العام المقبل، مؤكدا أن العراق ملتزم باتفاقية خفض الإنتاج التي أقرها تحالف أوبك في نيسان الماضي. أكدت هيئة المنافذ الحدودية أن مجمل الإيرادات المتحققة في 10 منافذ بلغت أكثر من 107 مليارات دينار عراقي لشهر آب الماضي. وأعلنت الهيئة مجمل الإيرادات المتحققة في 10 منافذ حدودية فقط من أصل 21، حيث بلغ فارق الإيرادات المتحققة عن شهر تموز الماضي 10 مليارات دينار عراقي. وكانت الشركة العامة للنقل البحري في وزارة النقل أعلنت عن تحقيقها أرباحا مالية وصلت إلى 150% من قيمة الأرباح التي كانت تسجل في الأعوام الماضية في سابقة لم تشهدها الشركة منذ تأسيسها. استثنينا موضوع أن تكون هنالك لنا أعمال بالوكالة، ويبدأ العمل بصورة مباشرة من قبل الشركة العامة للنقل البحري. لو كان لدينا عقد تشغيل مشترك فيما يخص موضوع الوقود لم يكن نحقق ما يعادل 20 إلى 22% من ما وصلنا به من مستوى أرباح إلى الشركة العامة للنقل البحري وإلى خزينة الدولة. وصلنا إلى أرباح تجاوزت 150% من الأرباح التي كانت تسجل في الأشهر السابقة أو الأعوام السابقة. نعم، هي نقاط لم تسجل لصالح الشركة العامة للنقل البحري منذ تأسيسها.
يعقد العراق آمالاً على مشروع ميناء الفاو الكبير في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية من خلال زيادة الإيرادات المالية وتشغيل مئات الشباب. يأتي ذلك في ظل حديث وزير النقل ناصر حسين بندر عن قرب عقد اجتماع نهائي لاتخاذ قرار ابتداء المرحلة الأولى من مشروع ميناء الفاو الكبير الاستراتيجي الحيوي حال توقيع العقد. نقص التمويل يقف عائقاً أمام البدء بالمرحلة الأولى من إنشاء ميناء الفاو الكبير بعدما كان مخططاً لها أن تنفذ مع نهاية العام الحالي عقب سنوات من التعثر في خطوات تشييد المشروع. وزارة النقل تدرس خيارات عديدة من ضمنها طرح الميناء للاستثمار إن تعذر توفر السيولة الحكومية. إن حصل أكو تمويل ولو جزئي ممكن يصير تعاقد مع شركة دايو مباشرة لتمويل يعني حكومي أو اقتراض وما شابه. إذا ماكو تمويل فإحنا حاليا عندنا عروض من شركات يعني عالمية ترغب بالتمويل والتنفيذ. ميناء الفاو تقدر كلفة إنجازه بأربعة مليارات دولار، وستشتمل أولى مراحله على بناء خمسة أرصفة تستقبل مليوني حاوية سنويا، كذلك تشييد نفق الحرير تحت قناة خور الزبير لربط موانئ أم قصر بميناء الفاو، وهذا ما سيمنح العراق موقعا استراتيجيا في حوض الخليج. ميناء الفاو الكبير راح يكون أكبر ميناء في حوض الخليج العربي والدول المجاورة، وإضافة إلى أنه راح يكون في قلب قارة آسيا، وبذلك يعني دول جنوب شرق آسيا منها الصين واليابان بعد ما راح تحتاج تعبر على قناة السويس، راح ممكن أن تفرغ حمولاتها في ميناء الفاو ومن ميناء الفاو تنطلق عبر أوروبا. ومع هذه الأهمية الاقتصادية التي يكتسبها الميناء بالنسبة إلى العراق، لكن ما أنجز منه حتى الآن لا يتعدى كاسر الأمواج وبعض الطرق، رغم مضي عقد من الزمن على وضع حجر الأساس للمشروع الذي ما زال يسير ببطء بحسب مختصين. خطوات بطيئة بل بطيئة جدا إلى درجة تثير الاستغراب، يعني فترة الإنجاز جدا طول، معقول هسه تقريبا أكثر من 12 سنة أو 10 سنوات. في المقابل يتوقع خبراء الاقتصاد أن يضاهي المردود المالي لميناء الفاو واردات النفط العراقية في حال تدشين المشروع، نظرا إلى حجم طاقته الاستيعابية التي تبلغ نحو 25 مليون حاوية سنويا. الأموال الطائلة التي أنفقت طيلة السنوات الماضية على مشاريع لا جدوى منها في العراق كان بالإمكان استثمارها في إنشاء ميناء الفاو الكبير، هذا المشروع الذي يعد نقطة وصل بين قارتين. سعد قصي، يو تي في، مدينة البصرة. قال سفير الاتحاد الأوروبي في العراق مارتن هوف أنه رغم جهود العراق الجادة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب فإنه ما زال ضمن القائمة الأوروبية للبلدان الشديدة الخطورة. هوف أوضح أيضا أن مكافحة غسيل الأموال أولوية كبرى للاتحاد وجميع الدول الأعضاء فيه، مشيرا إلى اتخاذ خطوات بهدف شطب العراق من قائمة البلدان الشديدة الخطورة على مستوى غسيل الأموال من خلال تلبية متطلبات فنية معينة. يأتي ذلك في وقت كشفت فيه مصادر مطلعة عن وجود أزمة استثمارية تقدر بمليارات الدولارات بسبب خلاف بين هيئة الاستثمار ولجنة الاقتصاد النيابية، موضحا أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تحاول التدخل لتمرير العقود. المصادر أوردت أن عقودا لاستثمار نحو 1600 دونم من الأراضي المحيطة بمطار بغداد منحت لشركات أجنبية من بينها شركات أمريكية لبناء مجمعات سكنية، مضيفة أن نوابا من لجنة الاستثمار النيابية يحاولون عرقلة تلك العقود من خلال تحشيد أبناء المناطق المحيطة بالمطار للتظاهر ورفض إقامة مشاريع هناك. تعرضت مئات الأطنان من الأسماك في الدلمة جنوبي العراق للنفوق، والسبب ما يزال مجهولا حتى الساعة، وسط اتهامات لجهات بتعريض الأسماك للتسمم عبر المبيدات والمواد الكيميائية.
هي أسماك لم تختر تواعية أن تطفو على سطح المياه في هور الدلمج، بل نفقت بفعل فاعل لم تتضح دوافعه حتى الساعة، علما أن ظاهرة نفوق الأسماك تكررت مرات في السنوات الماضية. هذا الموسم يعني الثالث تكررت، عندنا بال 2014 وتكررت بال 2016 وتكررت بال 2018، ومع الاسف الشديد هسه تكررت وضربه قاضيه كانت النهايه، لان احنا من ذنيك السنتين ما عندنا صيد ولا عندنا عمل بسبب شحه المياه وبسبب الضربه الاولى عندنا نشاطنا واشتغلناها صار لنا 20 يوم. ظاهره نفوق الاسماك تطرح تساؤلات حول المسبب الرئيس لهذه الكارثه البيئيه. المزارعون يتهمون جهات من دون تسميتها باستخدام السموم والمبيدات والكهرباء في صيدها، صيد جائر يؤدي إلى نفوق أطنان من الأسماك بأنواعها المختلفة. دائما يقللون الماء علينا، يسدون السدود علينا، يقلل الماء يولونه بالسم، دائما يولون، صار 4 سنوات مهدد بالسم، عصابات ما نعرفها دمرتنا دمار، بالنسبة حتى الحلال مات. أمام هذا الوضع ما الذي تقوم به الوزارة المعنية بهذا القطاع إذن؟ بس سيدي احنا هذه العلامات اللي تصير يعني والحالات اللي تصير مثل ما صارت الآن بهور الدلمج يعني وصارت بالحنطة والشعير أيضا بالحراق يعني هاي ما تثني يعني لا المزارعين ولا وزارة الزراعة ولا كل العراقيين. نفوق الأسماك لم يؤثر سلبا على الصيادين والمزارعين فقط، بل يؤثر أيضا على موائد العائلات العراقية التي تعد السمك طبقا رئيسا لكنها تتخوف من تسممه. النشرة مستمرة وفيها أيضا: أبواب المدينة القديمة في الموصل امتداد ل7000 عام من الحضارة والتاريخ. أعادت الولايات المتحدة أرشيف حزب البعث المنحل إلى بغداد بعد 15 عاما من التحفظ عليه. صحيفة وول ستريت جورنال قالت في تقرير لها إن الأرشيف يتضمن حوالي 6 ملايين وثيقة سرية شحنت على متن طائرة عسكرية إلى بغداد دعما لحكومة الكاظمي بعد تغليفها جيدا خشية اعتراضها من الجماعات المسلحة المدعومة من إيران، مضيفة أن الأرشيف حفظ في مكان آمن من بغداد لكنه غير معروف. أعادت الولايات المتحدة إلى العراق أرشيف القيادة القطرية لحزب البعث المنحل والذي احتوى على 6 ملايين وثيقة تكشف وقائع صادمة عن حقبة النظام السابق، حيث بقي الأرشيف في واشنطن مدة 15 عاما. قصة العثور على الأرشيف وثقها مقال نشره الباحث والكاتب العراقي جمال العميدي الذي كشف اللحظات الأولى من العثور على تلك الوثائق وكيف وصلت إلى الولايات المتحدة. بدأت القصة في حزيران عام 2003 حيث كانت الحشود الغاضبة تجوب شوارع بغداد، وكان الصحفي الشاب مصطفى الكاظمي برفقة المعماري والكاتب كنعان مكية قد توجها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الأرشيف، وهو جزء من عمل مؤسسة الذاكرة العراقية التي يديرانها للاحتفاظ بتراث النظام السابق، لعل الأجيال الجديدة بحسب ما صرح مكية حينها تفكر في ذلك التاريخ المتخم بالقسوة. الأرشيف الذي مثل قطعا كبيرة من أحجية نظام صدام حسين قد يسهم في فهم عمله ومراسلته ومراحل تشكل نظام شمولي مكتمل الأركان ظل يشغل الرأي العام العالمي حتى بعد زواله عام 2003. اليوم أعيد الأرشيف الأضخم على متن طائرة شحن أمريكية حيث وضع في مكان آمن وغير معروف بالعاصمة بغداد بعد تغليفه خشية اعتراضه من قبل الفصائل المسلحة. تقول صحيفة وول ستريت جورنال إن هذه الخطوة تأتي من قبل المسؤولين الأمريكيين بمثابة مبادرة حسن نية تجاه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في حين لم يتم تسليمها سابقا مخافة استغلالها سياسيا وخاصة من قبل رئيس الوزراء الأسبق نور المالكي.
انفجرت سيارة مفخخة وسط الحي الصناعي في الرمادي أدت إلى إصابة منتسب أمني ومدنيين. مواطنون أكدوا أن الانفجار أدى أيضا إلى أضرار جانبية في المحال الموجودة في المنطقة، داعين الجهات الأمنية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث. انفجار طلع لنا، لقينا سيارة مركونة مفجورة وانفجرت علينا وما نعرف شنو السالفة بعد. شنو طبيعة الانفجار؟ شنو ما سيارة مفخخة هي واقفة ناركينها هنا وانفجرت علينا. ضحايا شيء؟ ضحايا والله الشرطة خطية ما أعرف عاد الجرحى وناس تأدت، محلات احترقت مالتنا ومال أبو الغربية وهذا الكهرباء اللي بسدنا ومخازن مالتنا كلها احترقت. احنا بداخل المحل ومشتري يمنا بالمحل وصار الانفجار. الانفجار كلش قوي، يعني انفجار مو طبيعي. زين يعني أنا رحمن ابن ناظمنا بصفي وأخويا بصفي، يعني أريد أشوفهم بعد ما أندل. سراب ونار طلعت من هاي، طلعنا نركض بس شفنا هذا الشرطة طلعوه وخلوا نريد نصيح الأطفال، نصيح الناس، قمنا نصيح بس يريدهم يجون قذونا يشوفون الوضعية مالتهم. في محافظة ديالى طالب عدد من جرحى القوات الأمنية المحالين إلى التقاعد، طالبوا بتعويضهم إكراما لتضحياتهم. مراسلنا هناك قال إن الجرحى نظموا وقفة احتجاجية أمام مبنى الحكومة المحلية في بعقوبة للمطالبة بتخصيص قطع أراض لهم ومنحهم تعويضات مالية. احنا اليوم نطالب المحافظ والحكومه المحليه والحكومه الاتحاديه بتخصيص وانصاف ذوي الشهداء والجرحى بتوزيع قطع اراضي واماكن جيده. احنا اليوم ب 2020 طلنا قطع اراضي ما تسوى لها مليون دينار مناطق نائيه، احنا نطالب اماكن جيده تصلح للسكن، واحنا اليوم نطالب اليوم قطعه اراضي، يعني قطع اراضي بدون مساومه على حقوقنا. انا من 2004 انضربت بالنجده وكل شيء ما حصلت، ولا قطعة أرض ولا نهاية خدمة، وحتى قطعة أرض وحتى احنا نعالج نفسنا، بلك توصلون رئيس وزراء، بلك توصلونه حتى المحافظ، كل شيء ما حصلنا. أنا بالنسبة لي من الصوابي طلعت الخارجة على حسابي دفترين وما بطينا 1000 دينار تعويض. هسا ما أريد، احنا ضحينا ودمانا وبجسامنا، هسا ما أريد، أريد شبر هالوطن. دعت منظمة الصحة العالمية الحكومات إلى الحوار مع من يتظاهر ضد ارتداء الكمامات. مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس شدد على ضرورة تذكير المعارضين بأن الفيروس حقيقي وينتشر بسرعة، ويجب التقيد بإجراءات النظافة والتباعد الجسدي ووضع الكمامات حتى أثناء المظاهرات. وجرت في ألمانيا محاولة اقتحام البرلمان خلال تظاهرة مناهضة للقيود نهاية هذا الأسبوع. كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي عن انخفاض الطلب العالمي على السفر جوا بنسبة 92% بسبب تأثير جائحة كورونا على العالم. تقرير للاتحاد أوضح أن الطلب المقاس بإيرادات كيلومترات المسافرين تراجع أكثر من 79% على أساس سنوي في تموز، موضحا أن السعة الاستيعابية تراجعت بنحو 70% عن مستويات العام الماضي. رأى الاتحاد الأوروبي أن الولايات المتحدة لا تستطيع الشروع في عملية إعادة فرض عقوبات ضد إيران لأنها لم تعد طرفا في خطة العمل الشاملة المشتركة. الأمينة العامة للسياسة الخارجية للاتحاد هيلغا ماريا شميد قالت في بيان أن الاجتماع الأخير لمجلس الأمن الدولي في نيويورك ناقش إعلان الولايات المتحدة تعليق مشاركتها في خطة العمل الشاملة المشتركة، مبينة أن المجتمعين أكدوا أنه لا يمكن اعتبار الولايات المتحدة دولة طرفا في الاتفاق. في تونس صوت البرلمان بالأغلبية المطلقة على منح الثقة لحكومة هشام المشيشي، وشهد التصويت موافقة 134 نائبا على الحكومة المقترحة واعتراض 67 نائبا آخرين من 217. ويأتي ذلك بعد جلسة برلمانية عامة مطولة خصصت لعرض حكومة المشيشي على التصويت تجاوزت 14 ساعة.
نعود إلى المحليات. يمسك عامل النظافة في السماء ومكنسته بيد ويضع يده الأخرى على قلبه، قلقا من عدم استقراره الوظيفي وتأخير صرف راتبه رغم تدنيه. خليل بركات معه تفاصيل. وحيدا في هذا الشارع يواصل حيدر العمل تحت أشعة الشمس رغم فصله من عمله في بلدية السماوة بعد تغيبه بسبب إجرائه عملية جراحية. حيدر لا يملك عملا غير هذا ولا يعرف حرفة أخرى، والحيرة واضحة عليه، فخلف هذه المكنسة تعيش عائلة فقيرة. أشتغل بلدي وسويت عملي وسويت عملي ورجعت لقيتهم مفصول، حتى مبلغ ما اعطوني من الراتب، ما اعطوني الراتب كله اكله مفصول انا، رغم ما طردوني من الشغل، وانا هسه جاي اعمل هنا واريدهم يرجعوني. صعوبات مختلفة يواجهها عمال النظافة في السماوة نتيجة عدم تثبيتهم على الملاك الدائم. يعملون ساعات طويلة وسط مخاوفهم من الإعفاء والفصل المفاجئ في حال تعرضهم للمرض أو طلبهم الإجازة لظرف طارئ. يعني إذا عندي مريض وغيب ليومين ماكو، أجي ثاني يوم ألقى اسمي ما هو بالسجل ومغيبيني، أولا غياب، ثانيا يعني تحكي وياهم ولا واحد يحترمك ولا تقولك إحنا جاي نشتغل للدائرة يعني للمحافظة بنص المحافظة، يعني ماكو لا واحد يحترمك ولا واحد يعني يعطيك إجازة ولا ما أدري شين، وإنها خدمات ويشدون وياك. قبل أكثر من 9 أشهر استقطعت الدولة مبالغ مالية من عمال النظافة في السماوة مقابل منحهم بطاقات الماستر كارد، لكنهم لم يحصلوا على البطاقات، كما تأخر صرف رواتبهم. أولا رواتبنا 45 يوم يلا يعطونا الرواتب، ثانيا وعدونا على الماستر كارد طلعنا وكل نفر أخذوا من عنده 25,000 على مود يصرفونا الماستر كارد. أعطونا صار لنا خلال بال6 أشهر ما أعطونا أي نتيجة، ياها نقله يقول ما عاد يعني. على الرغم من تأخر صرف رواتبهم وقلتها وخطر كورونا، فإن ذلك كله لم يشكل عائقا أمام تفاني عمال النظافة في أداء عملهم المنعكس بوضوح على شوارع السماوات النظيفة. من المثنى خليل بركات، UTV. المدن العظيمة تعرف من أبوابها، وكذلك هي المدينة القديمة في الموصل. قاسم الزيدي سيعرفنا على أبواب مدينته. أكثر من 100 عام وهذه الأبواب صامدة بوجه حركة المعمار والحروب، أشكالها تكشف عن تاريخ هندستها الذي يعكس تأثراً واضحاً بالمناخ والبيئة، فضلاً عن طبيعة الموصل المدنية. لكل باب في المدينة القديمة قصة تحكي عن إرثها الحضاري، نقوش هندسية بالغة الدقة ورسوم توحي بانحدارها عن المعمار الآشوري. للأبواب في المدينة القديمة أسماء، القسام والمفتاح، وكذلك الباب العربي الأكثر حضوراً في واجهات المنازل، نصف دائري محاط بالرخام الأبيض، المادة الأساس في بناء بيوت الموصل. المفتاح وكذلك الأذنين، وهو عبارة عن أيضاً قوس نصف دائري، لكن من الأعلى توجد عندنا قطعة مخروطية نطلق عليها المفتاح، وهذا ابتكار موصلي حقيقة قبيل الحرب العالمية الثانية ابتكره. نقوش عديدة لهذه الأبواب هي نتيجة التفاعل الذي أحدثه الأجداد بين الحضارتين الإسلامية والآشورية دون إضافة الألوان، ليظل الباب محافظاً على طابعه التاريخي، لكن هذه المهن لم تصمد. حرف النقر والنقش الموصلي التي أنتجت هذه التحف مثلاً يعني كباب، مع الأسف هذه عانت من الانقطاع والاندثار. يعني نقطة مهمة أنه توثيقة ويعني توثيق هذه العناصر ويعني كعناصر جمالية ومعمارية وفنية، يعني لازم يتوازى مع مسألة إحياء الحرفة. أبواب المدينة القديمة تشكل ذاكرة تاريخية للموصل تمتد إلى أكثر من 7,000 عام. وأخيرا نذكركم بعناوين نشرتنا هذه. كلكم عليكم أن تقودوا مرحلة انتقالية، وأعتقد أن هذا المشروع وهذه الإرادة في البناء بناء سيادة عراقية تحملونها أنتم.
الرئيس الفرنسي مخاطبا قادة العراق: عليكم أن تقودوا مرحلة انتقالية. راح تشوفون قريبا هنقوم بعمليات لاستعادة هيبة الدولة فرض القانون. عمليات مرتقبة لفرض القانون واستعادة هيبة الدولة وترحيب بخطوات الكاظم الأمنية. وزير النفط الإيراني يدعي أن طهران وحدها القادرة على تأمين غاز العراق وكهربائه. الحصاد الإخباري يأتيكم في الثامنة مساء من يو تي في. انتهت النشرة، إلى اللقاء.